السلام عليكم. هذا ملخص لكتاب جميل في الحقيقة، ولو أن العنوان حقه شوي غريب، لكن لما ندخل في الملخص راح تبان يعني الهدف منه. عنوان الكتاب اختراق العقل الأمريكي، The Hacking of American Mind. الكتاب يتكلم عن المتعة والسعادة، فالكثير من الناس يخلطون بين الأمرين هذه ولا يعرفون الفرق الحقيقي بينهم. في الحقيقة توجد فروقات كبيرة جدا ومهمة، وضروري أن الواحد يتعرف عليها ويعرف وين الأهمية في حياته، هل هي المتعة أم السعادة، وهل المتعة فعلا هي الحقيقة هي السعادة. راح نتعرف على هذا الشيء لما نتعرف على الفروقات الرئيسية. الكتاب حدد تقريبا 7 فروقات رئيسية بين المتعة والسعادة، خلونا نتعرف عليهم. المتعة تتحقق بالأشياء المادية، أشياء مادية بمعنى مثلا سيارة تملكها، بيت تملكه، ملابس جديدة، هذه تحقق لك المتعة. بينما السعادة لا تتحقق بالأشياء المادية، ليس لها ارتباط، ممكن تشعر بالسعادة لكن بدون وجود أشياء مادية. المتعة قصيرة التأثير، فأنت لو تملكت شيء جديد، تملك سيارة أو تملك ثوب جديد، في البداية راح تحس في المتعة والنشوة، لكن مع مرور الوقت القصير راح تبدأ تختفي هذه المتعة اللي تشعر فيها. بينما السعادة تأثيرها طويل لأنها ما هي مرتبطة بأشياء مادية. المتعة شيء حسي، أي أنها مرتبطة بالحواس الخمس، إما في حاسة الشم أو حاسة النظر أو حاسة اللمس أو حاسة السمع، لأنها ارتباط المتعة في أشياء مادية فقط. بينما السعادة مرتبطة في المشاعر الداخلية الروحية. المتعة تعتمد على الأخذ، فأنت الشيء اللي تحصل عليه، الشيء المادي اللي تحصل عليه راح يشعرك في المتعة، بخلاف السعادة اللي تعتمد بشكل كبير على العطاء، تشعرك بالراحة والفرح لما تعطي الآخرين. المتعة ممكن تتحقق بشكل فردي، أنت تشتري سيارة أو تشتري هدية لنفسك أو تشتري طعام تحبه معين، أنت تستمتع فيه بصورة فردية. بينما السعادة في الغالب تحدث ويشعر فيها الشخص بالمشاركة الجماعية. والنقطة الأخيرة أو الفرق السابع الأخير هو خطير جدا جدا، المتعة الإفراط بها يؤدي إلى الإدمان. كيف يؤدي إلى الإدمان؟ المتعة تستثير هرمون كيماوي في الجسم الإنسان يسمى الدوبامين. الدوبامين هذا كثرة استثارته في الجسم تضعف مستقبلات عصبية بالمخ، لذلك الشخص اللي يعتمد على استثارة المتعة بالأشياء المادية بشكل كبير جدا، تبدأ تضعف عنده هذه المستقبلات العصبية لدرجة أنه ما يحس بالمتعة، فيبحث عن متع مادية أكبر محاولا أن يصل للمتعة اللي كان يشعر فيها، بخلاف السعادة اللي تعتمد على هرمون يسمى السيروتونين. هذا الهرمون لا يؤثر على المستقبلات العصبية بشكل سيء، وإنما بالعكس يجعلها في حالة استقرار. عشان كذا نجد أن الشخص اللي يشعر في السعادة تجد نفسيته هادية وأعصابه هادية، على العكس اللي يشعر بالمتعة تجد أن أعصابه مستثارة، على ما يسمونه exciting. والشيء اللي يؤثر سلبا على هرمون السيتورينين اللي خاص في السعادة هو الهرمون الدوبامين، فكلما زادت المتعة قلت السعادة. وعشان كذا نجد للأسف الشديد أن كثير من المشاهير والأثرياء يصلون، طبعا مو كلهم في الحقيقة، لكن المشاهير والأثرياء اللي يدمنون على المتع المادية، هنا نركز عليها الإدمان على المتع المادية، يصلون إلى مرحلة الانتحار. وهذا سمعناه شيء كثير جدا، كثير من مشاهير الفن، من الأغنياء الكثيرين حول العالم اللي أدمنوا على المتع المادية وصلوا مرحلة ما يشعرون في المتعة، لأن الإدمان أثر على المستقبلات العصبية عنده، فما يشعر بالإحساس وفي المتعة، مهما حصل، مهما شرى، مهما تملك، لا زال لا يشعر بذلك المتعة، فيجد أن الحياة لا معنى لها بالنسبة له.
هذا لا يعني أن المتعة شيء سيء، لكن الشيء السيء وهذا اللي ضروري نهتم فيه، أن الشيء السيء هو الإدمان على المتعة. الشيء الصح أن الإنسان يبحث عن السعادة الغير متعلقة في المتعة، لا يعني أنه لا يستمتع فيما يملك من أشياء جميلة يملكها في حياته، لكن لا تجعلها هي محور حياتك، ولا تجعلها هي المستثيرة لسعادتك ومتعتك في الحياة. عشان كذا نجد كثير من الشركات لما تيجي تسوق الأشياء المادية تسوق لها على أنها هي اللي راح تشعرك في السعادة، لكن في الحقيقة ما تشعرك في السعادة، هي تشعرك في المتعة فقط. فمن خلال هذا الملخص أرجو أنكم يعني نستوعبنا الفرق بين السعادة والمتعة، أن الإنسان الصحيح الطبيعي يجب أن يستهدف السعادة وأن يستمتع في المتعة، لكن لا يجعلها تصل لمرحلة الإدمان، وأن لا يجعلها هي محور حياته ليصل للسعادة. تقبلوا تحياتي.